والله عينا من الوعود يا أخي جمال الدين. سياسة الوعود هذه منذ سنوات وهي هذه هي اللي تتطبق. يعني راك لاحظت كيفاش الأطباء كيفاش يعني استقبلوا هذا الوزير في عنابة، كيفاش راهم يعني اون ديتريس، نترحموا على الأطباء اللي فقدناهم، أكثر من 400 طبيب وصيدلي وجراح الأسنان يعني، وكثير منهم لازالوا ينتظروا في هذا لا بريم تاع كوفيد ولا بريم كابيتال دي سي ولا بريم داسيورونس. الى حد الان رانا في انتظار منذ هذا لا ديسيزيون الى ايتي بريز من طرف الرئيس الجمهوريه منذ سنين، يعني منذ سنه عندها سنتين الى حد الان. يعني الممرضين نفس الشيء، يعني مؤخرا كنت نتحدث مع بعض الزملاء وبعض الممرضين في القطاع العمومي، الى حد الان 9 شهور ما داوش حقهم يعني في لابريم تاع الكوفيد. يعني والله لا لست ادري يعني كيفاش يعني يتعاملوا مع هذه النخبه هذه تتليت لي. وهذا هو الشيء اللي خلى 1200 طبيب اللي غادروا الجزائر ورايحين في فرنسا، لان عياوا من الاهانه، عياوا من الشتم، عياوا من الظلم، وهذا هو هذه هي النتيجه يعني للاسف. واذا نواصلوا بهذه الطريقه هذه والله حتى الممرضين يغادروا الجزائر ويبقى القطاع الصحي فارغ هنا في الجزائر. طبعا هذا بالنسبه لوزير الصحه ليس لا اشكال، قال لك انه الدول الاخرى عادي انه يروحوا الاطباء بهذا الشكل. كيفاش عادي يروحوا بهذا الشكل يا اخي؟ لو الاطباء كانت موفروا لهم كل الامكانيات وسهلوا لهم كما يوفروا لبعض القطاعات يعني هنا في الجزائر، هل لا كانوا يقعدوا؟ علاش يغادروا الجزائر يعني؟ غادروا الجزائر مش الا فقط من اجل يعني المال، ولكن المحيط يعني لو كادغ تيرا ديكوا، يعني سي لامونتابل سكو فيف لي ميدسا، يعني من نقص في كل شيء يا اخي. وفي نفس الوقت راك تشوف كيفاش الاموال يعني تنهب، يعني راهم قاعدين يعني الفساد موجود يعني. وللاسف يعني الصحافه راهي ما تشوفش، يعني الصحافه هذه اللي راهي تاع سمعا وطاعه. المفروض هذا الطبيب هذا المفروض راهو في البدايه اللي يتكفلوا به، يعني خاصه المجال القرار من طرف اعلى يعني سلطه هو رئيس الجمهوريه. عينا والله عينا من هذه الوعود هذه. طيب هناك ايضا مشكله الان هذه الايام، مشكله او مش هذه الايام فقط، يعني زادت حده هذه الايام، قصه نزله الادويه دكتور شيبان بشكل كبير وبشكل خطير، الادويه الفعل الحساسه. والله شيء غريب يعني منذ تقريبا سنتين، يعني هو نفس الاشكال مشكل يعني. يعني صراحه يعني الأدوية يعني لوبينوكس هذا الانتيكوافيلون يمدوه يعني خاصة في الكوفيد ولا النساء الحوامل لما يروحوا يعني سبحان الله هذا مقطوع يسوى أكثر من 100,000، راهو مقطوع يعني ما ناقص خلاص يعني. إذا اختلف كثير من الأدوية اللي تحدث عليها حتى البروفيسور بوزيد تاع السونتر بيري ماركوري تاع الكونسيرولوجي يعني. وفي نفس الوقت يا للأسف يعني شوف كيفاش يسهلوا يعني لمباراة تاع التعليلة، مباراة تعليلة يا أخي جمال الدين، وين الدولة يعني تقدم يعني المبلغ تاع 400 يورو، يعني تقريب 8 ملايين 8 ملايين باش يروحوا للدوالة على جلديلة، في الوقت اللي عندنا الجزائريين اللي شفناهم كيفاش عاناوا في أوروبا، ولو بخي دو بيي 1200 يورو. تصور يعني مين باش يجي يزور قبر باباه اللي توفى. يعني نشوفوا كيفاش التناقض اخي جمال الدين. هناك يعني كذلك يعني فيما يخص حتى قصه الاموال، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه كان امس، وايضا معاناه هذه الفئه من الجزائريين، وانت تعيشها دكتور، تلمسها يوميا في الواقع معاناه هذه الفئه. الاموال متوفره مثل ما قلت لي دعم الأنصار، بينما ليس هناك هذه الأموال لدعم مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه المنحة المهينة يعني عن 300,000 على ما أعتقد شهريا يعني.
نعم صدقت أخي جمال الدين، يعني وهذا قلة الاعتناء بهذا القطاع. يعني أحسن مثال هو شفت يعني في الماضي القريب كيفاش استقبلوا هذه الفئة لي شامبيون اللي جاوا، يعني كيفاش هذيك الإهانة في مطار الجزائر، شفت الإهانة كيفاش لما نشوفوا كيفاش كانوا يستقبلوا الفنانات. نعم ونشوفوا كيفاش يستقبلوا الوزير اللي كان يروح يستقبل الفنانة في المطار، وشفنا هاد لي شامبيون هاد الفئة هاد المعاقين هذو كيفاش استقبلوهم. يا للأسف يعني آن الأوان أخي جمال الدين للتكفل بهذا القطاع، وخاطر احنا نحتفلوا بهذا اليوم الوطني تاع المعاقين، يعني لابد من توفير كل الوسائل لهذه الفئة هذه. يعني صراحة رانا نتأسفوا، هل لعلمك أخي جمال الدين أراه في الجزائر تقريب يعني 1.5 مليون شخص يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقة الذهنية هي لأكثر يعني انتشار في بلادنا. يعني هذا 1.5 مليون كيفاش نتكفلوا بهم يا أخي جمال الدين؟ يعني رغم أن الدولة يعني تقدم المساعدة تقريب 30 ألف تلميذ، يعني لو في المدارس هذوما الرعاية هذه الطبية النفسية والإعاقة تاع السمعة لسوق ميوي والطب الحركي النفسي والإعاقة البصرية، هذو كيفاش حتى والتوحد ولا تيزومي ولا الزايمر، يعني حتى مركز يعني لبابا حسن يحضروا مؤخرا وزير الصحة، يعني هذا مؤشر خير، ولكن هذا المركز قليل. يعني لما نقارنوا الفساد اللي موجود والمال يروح لجهات أخرى، يعني